اللاعب المصري الوحيد اللي لعب في كل الدوريات اللي فيها كوره. يعني انا كنت بحلم اخش استاد القاهره ده اتفرج على ماتش. الوالده في البلد دلوقتي هي وكيله اللاعبين. بالنسبه للطموح اللي انا كنت بفحر فيه ب 30 سنه هيديه. كنت تعمل ايه في مصر الطيران؟ كنا برضو بنغلف برضو؟ اه. حيات رؤيا الغالي حمامه والعنكبوت وتلك علامه. عايزين نخطب. قلت لها منين؟ دفعت مهر قد ايه؟ هي شقه واحده احنا داخلين فيها احنا الخمسه. يا فندم دي مش شقه، دي لوكنده. على خدي طاشمات وعلامات صلوا عليه. صلوا عليه. حسب المكافآت طلعت 7000 جنيه. المبلغ زاد. معيش والله ما معايا. والله مصدقاك. نحن في ساحة.